البنات، كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم فيديو في احسن الظروف والاحوال. معكم احلام من قناه احلام بيوتي، وكيف ما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون من الخدمه. غادي نستغل الفرصه ونصور لكم واحد الفيديو مهم اللي الموضوع ديالو غادي يكون على الكولاجين. غادي نعرفوا فوائد الكولاجين على البشره وعلى الجسم والمصادر ديالو، وغادي ان شاء الله نبارطاجي معكم لي كومبليمون كولاجين اللي غادي ناخذ، وليكرون اللي كنستعمل، وكذلك لا كريم كولاجين اللي كنستعمل. الكولاجين هو بروتين كيتواجد عندنا في الجسم، بالخصوص في الانسجه الليفيه اللي كتكون عندنا في الجلد والعضلات والعظام والاسنان والاظافر والاربطه والاوتار والغضاريف، وكذلك في قرنية العين وعدسة العين، وكيحافظ على الصحة ديالهم كلهم. ولكن مادة الكولاجين كتبقى تراجع مع تقدم الإنسان في العمر، وحتى ملي كنتعرضوا لأشعة الشمس فوق البنفسجية والإرهاق وسوء التغذية. وديما فاش كنذكروا الكولاجين كنربطوه بالوجه والبشرة. ودابا غادي نذكر لكم فوائد الكولاجين للوجه. كيحافظ على البشره وكيخليها نائمه بحال بشره ديال الاطفال، مشرقه ورطبه وشابه ومفعمه بالحيويه والنضاره. وملي كتقل نسبه الكولاجين في الجسم كيخسر الوجه او البشره المرونه ديالو، وكتبدا علامات تقدم في السن بالظهور شويه بشويه. كيمكن لينا نشوفوا علامه تقدم في السن بسهوله ملي الواحد كيبتسم، وملي كيكون منفعل في لحظه الغضب. فالدور ديال الكولاجين كيملا الخطوط او مكان التجاعيد، وكيمنع الظهور ديالها. فداك الشيء علاش كنشوفوا بعض السيدات كيقصدوا مراكز التجميل باش كيحقنوا الوجه ديالهم بالكولاجين. الكولاجين كيقضي ثاني على اثار الجروح وحب الشباب، وعنده كذلك فوائد اخرى. كيحسن صحه القلب، والنقص ديالو كيسبب خلل في القلب واحتمال الاصابه ببعض الامراض. كيقوي العظام وكيحد من الاصابه بهشاشات العظام اللي كيتعرضوا ليها الناس في سن الشيخوخه. كيحسن صحه الاسنان واللثه، ونقص الكولاجين في الجسم كيسبب ضعف الاسنان. كيحافظ على صحه اظافر القدمين واليدين، وكيقويهم من خلال تناول مكملات الكولاجين. ودابا غادي نذكر لكم مصادر الكولاجين. من الخضر الحمراء مثل الطماطم يعني مطيشه، والفلفل الاحمر حيت كتحتوي على مضاد الاكسده اللي كيحمي الجلد من اضرار اشعه الشمس. الخضروات اللي كتحتوي على فيتامين جي كالسبانخ واللفت، حيت فيتامين جي كيسرع من انتاج الكولاجين. وكذلك الاسماك مثل التونه والسلمون حيت فيها كميات كبيره من الكولاجين، والثوم حيت كينتج بزاف ديال الكولاجين في الجسم. وضروري الكولاجين اللي تاخدي يكون عليه فيتامين سي، والا الجسم ما غاديش يستافد من الكولاجين. مكملات الكولاجين البنات اللي غادي ناخذ هما هادو. كيف ما كتشوفوا البنات كاتبين عليهم انهم مزيانين للشعر، البشره، الاظافر والعظام والمفاصل. وكيف ما كتشوفوا البنات ها هما محطوطين عليهم كولاجين، محطوط عليهم فيتامين سي. كيف ما قلت لكم اي مكمل ديال الكولاجين ضروري يكون عليه فيتامين سي باش الجسم يستافد من الكولاجين. هما البنات ينصح انه مكملات الكولاجين يتخاذوا في العمر ديال 45 عام، ولكن انا سولت انه ماشي مشكل واخا ياخذوهم البنات في العمر ديال 25 26 عام، حيت هاد المكملات ديال الكولاجين الى يعني ما عالجوش فهما ما كيضروش. دونك انا متاكده انه ما عندهم حتى شي اضرار جانبيه. نورمالمون البنات هاد القنينه او هاد العلبه فيها 120 حبه. ان شاء الله يعني بصباح غادي ناخذ جوج، وبالليل قبل ما ننعس غادي ناخذ جوج مده شهر،
ان شاء الله ملي غادي يسالي ان شاء الله هذا الشهر غادي ندير لكم فيديو ونقول لكم اشنا هما الحوايج اللي تحسنوا عندي سواء في البشره ديالي سواء في الجسم والحبات ديالهم تيكون البنات على هذا الشكل. كيف ما كتشوفوا وما تخافوش منهم حيت لو كان فيهم شي اضرار او شي حاجه ما غتلقاوهمش كيتباعوا في باغا فارماسي او لا فلا فارماسي او 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 ودجا كتستعملهم اختي وفعلا لقات عليهم نتائج زوينين سواء على البشره سواء في الجسم. وانا كيف ما قلت لكم من بعد شهر ان شاء الله غندير لكم فيديو باش نقول لكم اشنا هما الحوايج اللي تحسنوا عندي. دابا البنات غادي ندوز معكم لواحد لا كريم ديال الكولاجين حتى هي كنستعملها هذه انا البنات كنستعملها بزاف وما كنستغناش عليها وكتسالي ليا وكنرجع ناخذها غير دائما البنات اي كريم او لا اي حاجه باغين تحطوا على البشره ديالكم خذوها اصليه ومن مراكز تجميل اللي يكون موثوق فيها حيت البشره اغلى حاجه عندنا وما خصناش نحطوا ليها شي حاجه اللي رخيصه او لا شي حاجه اللي غادي ترجع لنا باضرار جانبيه. دونك هاد لا كريم البنات الدور ديالها اي كريم كيف ما بغى يكون نوعها سواء كانت بثمن غالي سواء فهي كتعطي غير الاشراقه وكتعطيك النضاره وكتعطيك النعومه ولكن باش تعالج ليك مشاكل ديال البشره او لا تخفف لك يعني التجاعيد او فمستحيل كريم يحيد لك هادشي باش نكونوا مفاهمين اللي كيحيد لك هادشي هي التغذيه الصحيه اللي كيكون اللي كتعطيك الكولاجين واللي ذكرت لكم في الفيديو وتكملي بمكملات الكولاجين فهادو هما اللي غادي يعالجوا لك المشاكل اللي كتكون عندك في الجسم وفي البشره. من بعد البنات غادي ندوز معكم لهاد ليكرون ديال اللعاب ديال الحلزون غادي تجيكم في شكل لعاب ديال الحلزون ولكن راه بزاف ديال الناس هضروا على هاد ليكرون وقلت علاش ما نجربهاش. نورمالمون انا ليكرون اللي كنستعمل هو هذا ديال فوريفر صافي ما بقى فيه والو يسالي قريب يسالي ليا وما كنعودش البشره ديالي على واحد النوع ديال لاكريم وتنبقى عليه دائما لا تنبغي نوع فقلت علاش لا ما نجربش هاد ليكرون كلشي تيشكرها نجربها حتى انا دابا راني حاطاها وكنستعملها والحمد لله لحد دابا مازال باقي ما شفت عليها حتى شي اثار جانبيه ولكن ان شاء الله من بعد شهر غادي نرجع باش نهضر عليه باش غادي نرجع لكم فيديو اخر باش نقول لكم اشنا هما يعني اشنا هما الحوايج اللي تحسنوا عندي سواء في البشره سواء في الجسم ديالي من مكملات الكولاجين ونهضر لكم حتى على ليكرون اشنو شفت عليها في هذه المده. البنات كيف ما كتعرفوا انه في يعني كنشوفوا فيديوهات كنشوفوا انه بزاف في مراكز التجميل يعني كبرى سواء في كوريا سواء في الصين انهم كيجيبوا سيدات وكيحطوا عليهم البابوش يعني على البشره ديالهم على اساس انه داك البابوش او الحلزون كيطلق اللعاب ديالو وداك اللعاب كيحيد التجاعيد كيعطي اشراقه كيعطي نضاره يعني شي حوايج اللي هما بزاف المنظر مقزز بزاف صراحه يعني انا واخا يقولوا لي غادي ترجع لي البشره ديالي ديال وحده عندها 6 سنين شي حاجه اللي ما نقدرش نديرها اني نحط يعني بابوشه على البشره ديالي. فقالوا البنات انه هاد ليكرون فيه نسبه كبيره من اللعاب ديال الحلزون ما كنظنش انه تيوب قد هذا غادي يدير لك يعني غادي يحطوا لك فيه يعني نسبه كبيره من اللعاب ديال الحلزون يعني ما كنظنش مي نجرب وان شاء الله تبان لي شي نتيجه زوينه نرجع كيف ما قلت لكم ندير لكم فيديو ونقول لكم ننصحكم واش تاخذوه ولا ما تاخذوش. بغيت واحد النصيحه صغيره نقولها للسيدات او للبنات اللي كيعانيوا من البابوش فصراحه البابوش كيحيد داك التلال اللي كيكون عندنا في اليد او اللي تيكون عندنا في شي منطقه في الجسم كيكون واحد النوع ديال التلال. فانا كنذكر اني ملي كنت صغيره كانت عندي هاد القضيه واحد التلاله
فاشنو كانت دارت ليا ماما؟ خدات بابوشه وحطاتها ليا على داك على ديك التلاله، ولكن ديك البابوشه يعني دقاتها وحطاتها لي على ديك البابوشه. قسما بالله الى ديك التلاله ما بقاتش عندي. يعني عن تجربه، كاينين شي سيدات كيعانيو من هذا المشكل ديال التلال، فما عليك غير بابوشه تشديها الى قدرتي ديريها. انا درتها وانا في سن صغيره، يعني ما عارف يعني ما واعياش دابا انك تاخدي بابوشه، وخمس كاينه ديك البابوشه غادي تقتليها، ولكن هو اصلا البابوش كي يعني كيتكلى، يعني شي حاجه اللي تقدري ديريها اصلا، هو كي يعني كيطيب وهو حي. تقدري يعني تدقيه وتحطيه على ديك التلاله، فكوني متاكده البنات ان ديك التلاله ما كتبقاش عندك. واحد النقطه البنات بغيت نشير ليها، هو انه كل بنت على حساب الهرمونات ديالها. مثلا انا غادي ناخد في هاد الحبات غادي ناخد جوج بصباح وجوج بالليل. كاينه شي بنت اللي ما تقدرش تاخد جوج بصباح وجوج بالليل، فتاخد لها غير وحده بصباح وحده بالليل قبل ما تنعس، فاكيد كل وحده كتعرف الجسم ديالها واشنو كيناسبها. كنتمنى البنات ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. فإلى عجبكم الفيديو جيم وتابعوا عندي في لاشين وضغطوا على زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد، وحتى نتلاقى بكم ان شاء الله فيديو اخر. كنحماق عليكم وبوسه لكم كبيره.